بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض. هي سورة النور، وقلنا سورة النور ربنا ادانا زي ما قلنا زمان نور حسي وسيله لمعرفه النور الايه المعنوي. النور الحسي عشان مرأة الاشياء دي، واحنا قلنا لما تيجي الدنيا تظلم كل واحد ينور على حسب قدرته، واحد ينور بشمعه، واحد ينور مش عارف بايه، واحد، ولما تطلع الشمس ايه اللي يحصل؟ نطفي كلنا. ليه؟ لان نور ربنا ايه، ربنا كافي. فكما أن نور الله كافي في الحسيات، فنوره كاف أيضا في المعنويات. فإذا شرع الله حكما معنويا ينظم به حركة الحياة، فإياكم أن تعارضوه بشيء آخر من عندكم. والدليل في الأمر الحسي من الضوء، ساعة ما يظهر شر بتصيغوا مصابيح، فذلك إذا ظهر حكم لله اعملوا إيه؟ اشفطوا بقى أو امحوا أحكامكم. والأمر واضح في الآيات الكونية. الله نور السماوات والأرض. احنا يعني ولله المثل الأعلى، يجي واحد يقول لك ده فلان ده نور البيت. يعني ايه نور البيت؟ يعني هو اللي منور البيت. يبقى الله نور مش بيعرف لنا ربنا، ده بيعرف لنا أثر. الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض. وما دام منور السماوات والأرض اللي هي أوسع شيء بنشوفه، يبقى ما فيش حاجة تفضل مستخبية. كل حاجة إيه؟ كل حاجة واضحة، ما دام هو نور السماوات والإيه؟ والأرض. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلاً ليوضح في هذه الإضافة. الله نور السماء، أي منور السماوات والأرض، فيجيب لنا الحاجة بتنور كده ويدينا لها مثل. مثل نوره، أي مثل تنويره. إيه هو؟ مشكاة. ما هي المشكاة؟ مشكاة طاقة. لو واحد كنت في زمان في الفلاحين كانوا يعملوا إيه؟ قاعدة كده، شباك غير مفتوح، يعني طاقة كده، يعني فجوة في الحيطة، تاخد حاجز كده من الحيطة كانوا يحطوا فيه زمان المصرية، اللندة تتحط فيه. الناس بيفتكروا المشكاة هي المصباح، المشكاة هي الطاقة اللي بنحط فيها الايه؟ المصباح. طيب الله نور السماوات والأرض منورهما، مثل تنوير الله للسماوات والأرض، ما يبسبش حاجة فيها ظلمة أبدا، كمشكات. هي كمشكاة ولا المجموع اللي جاي؟ كمشكاة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، بقى المشكاة طاقة والطاقة فيها مصباح. المصباح دي فتيلة، كان زمان يجيبوا البتاع يحطوا فيها شوية جاز كده ويجيبوا لها فتيلة، أو شوية زيت يحطوا فيها الفتيلة، مش كده اللي بيحصل؟ بعدين الفتيلة يلعب بها الهواء، يقوم يدي لها هواء أكبر من المراد في الاحتراق، يقوم يطلع دخان. قاموا قالوا ايه؟ نجيب زجاجه تحبس الهواء عشان تاخد شويه من الهواء تحت كده من
ايوه من القروق اللي تحت دي تدي لها هوا على قد الاحتراق بس، بيبقى ازاي يبقى ما فيش دخان. صحيح لما اجيب البتاع دي قبل ما نحط الازازه تلتفت تلاقي لها ايه؟ ذؤابه من الدخان اللي بتطلع حاجه اسمها الهباب، مش كده؟ فلما تيجي تحط بقى الايه؟ الازازه تحجب الضوء، يوم الضوء يبقى ايه؟ يبقى دي صعد النور ولا قلله؟ ده كان كبره. طب ومش كده؟ قال لك ده طاقه صغننه، لو انت حطيت اللمبه كده على رف في الاوضه الضوء هيبقى عامل ايه؟ رايح شعاعه في الاوضه كلها يتبدد، انما لما بقفل ايه؟ الطاقه بقى ايه؟ يبقى ضيقت الحيز. ضيقت الحيز وقويت المصباح. ضيقت الحيز ايه؟ وقويت ايه؟ المصباح. بعد ما كان فتيله وتدخن وتعمل مش عارف ايه حطيتها في زجاجه. وزجاجه مش عاديه. ده الزجاجه كانها كوكب. الزجاجه نفسها ايه؟ طب ده الكوكب يبقى مضيء بذاته. والزجاجه هيبقى فيها الشعله. الزجاجه كانها ايه؟ كوكب، مش كوكب عادي. ده كوكب من الدر. الدر في نفسه منور بنفسه. خلاص؟ وايه؟ الزيت اللي في قلب المتاع دي ما هو زيت عادي، مش زيت بذرة قطن ولا زيت ذرة، ده زيت زيتون، زيت شجرة الزيتون، ومش زيتون عادي، ده الزيتون من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية. على ايه شرقية ولا غربية؟ يقال لا شرقية ولا غربية، يعني معناها انها لا شرقية لأنها هي غربية، ولا غربية لأنها شرقية، يبقى شرقية غربية ولا لا؟ يبقى لا شرقية وحدها ولا غربية، ولكن إيه؟ الاثنين شرقيون. قال لك إيه يعني معناها كده؟ قال لك لأن الشجرة الزيتون، لأن لما تكون في الشرق يبقى الغرب مظلم، ولما تكون في الغرب يبقى الشرق، يبقى هيطرأ عليها ظلمة وإيه وضوء. انما دي لا هي شرقيه، ده شرقيه غربيه، مفيش حاجه حاجزه عنها الايه؟ الضوء. مفيش حاجه حاجزه عنها الضوء، ده بيأثر في ذاته. ولذلك لما مفيش حاجه أثر عليها في الاصل وهو الشمس تقوم تدي الضوء القوي دي اللي يناسب ابن بنوتها للشمس. الشمس بتنور الايه؟ الدنيا. فالشجره الزيتونه اللي ما بتغيبش الشمس عنها لانها شرقيه وغربيه معا، تقوم تعمل ايه؟ بقت الزيتونه دي ايه؟ بنت مين؟ الشمس اللي بتنور ايه؟ نصف الكره كلها. يبقى بنتها اللي هي من الزيت تعمل ايه؟ واخده من امها. الله، لا شرقيه ولا غربيه، يكاد زيتها من لمعانه وصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار. الله، إيه؟ بقى مثل تنوير الله للسماوات ايه؟ والارض مثل ايه؟ مجموعة الحكاية دي، مش زي المشكاة. المشكاة ما فيهاش ضوء، المشكاة اللي فيها مصباح، والمصباح لازم يكون فيه زجاجة، والزجاجة تعمل ايه؟ تكسر تكتر الأشعة. وبعدين الزجاجة مش عادية، ده كوكب دري. وبعدين بيتهوى من شجرة ايه؟ بزيت من مين؟ من شجرات مباركة. ومش بس شجرة مباركة زيتونة، لا ده لا شرقية ولا ايه؟ ولا ويبقى ايه كمان؟ يكاد زي. شوف المواصفات دي كلها. يبقى الله يريد أن يضرب مثلا لتنويره للسماوات والأرض بحيث لا يترك فيها ظلمة لحركة ولا ظلمة لمرئي، بل كلها إيه؟ واضحة. كما تضيء المشكاة بالمصباح الذي له هذه المواصفات. مصباح فيه هذه المواصفات، أيوجد في المشكاة حتة مظلمة؟ أهو هذا السماء والأرض على اتساع كمثل هذا. ولما ربنا ضرب هذا مثل نوري، مش نوره، مثل نوري. ولذلك احنا قلنا زمان ان ابو تمام لما حب يمدح واحد فجاب صفات بارزة في العرب. احنا عارفين ان حاتم مشهور بايه؟ وعمر بن معد كبر مشهور بايه؟ بالشجاعة. وإياس مشهور في الايه؟ في الذكاء.
والاحنف ابن خيس مشهور بايه؟ قال الصفات دي كلها المجموعه في العتاوله بتوع العرب دول مجموعه في الخليفه ده فيه اقدام عمرو بن معدي كرب الفتاك الشجاع، في سماحه حاتم، في حلم احنف ابن قيس، في ذكاء ياس. شوف بقى الصفات اللي ما تجتمعش كده اجتمعت قال هو فيه كل ايه؟ فيه كل الخصال دي. عم واحد من الحاقدين على ابي تمام قال له كيف تشبه الخليفه بصعاليك العرب؟ الامير فوق من وصفت، الامير اكبر من ايه؟ من دول. فقال على البديهة من نفس الشعر القافيه الا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس. الناس قالت حاتم هو ده اللي مش عارف ايه، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكاه والابراز. الله نور السماوات والارض اي منورها، وهذا امر واضح جدا. ولما تيجي بقى تشوف النور بقى بتاع الشمس ما يظهر كده نور الاشياء الاخرى ايه؟ مش بينطمس، ده هو موجود، الكواكب برضه موجوده، والقمر بيمشي يمكن وياها في مرار يبقى ماشي وياها، انا ما تشوفوش نورها غلب ايه؟ خلاص غلب دول. ولذلك برضه الشعر قال في الممدوح ايه؟ قال كانك شمس والملوك اذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب. خلاص يداروا ايه كله؟ الله نور السماوات والارض مثل تنويره كمشكاة اللي يطأ فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري ويوقد من شجرة مباركة، الشجرة المباركة اسمها زيتونة لا شرقية يعني لا يغيب عنها ضوء الايه؟ ضوء الشمس، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. طيب هو منورها، فقال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طب ادي النور، قال انا ما سبتكوش بس في نور حسك كده، ده انا بعت لكم نور ثاني معنوي بالمنهج وبينت لكم كل حاجه، بعت لكم نور على ايه؟ واذا شهدتم انتم بان نور الذي خلقته لكم لينير لكم السماء مش عارف ايه، ما فيش نور زيه، فاعلموا انني برضه لما اديتكم شويه مناهج معنويات للقيم ولحركة الحياة هي برضو ايه؟ ومن لم يجعل الله له ما له من نور. تعال أول نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طب استنى، هل الكفار ما اعتدوش لنور الله من الشمس والأرض؟ شايفينها وعارفينها وبينتفعوا به، وبرضو لما بتطلع الشمس بيطفئوا مصابيحهم، يبقى دي مهديين لها وعارفينها قوي، يبقى هم اللي مش عارفينه ايه؟ نور مين؟ نور المناهج، نور التكاليف، نور افعل كذا ولا تفعل كذا. الله يهدي لهذا النور من ايه؟ من إيه؟ يبقى لم ينول لكم الحسي فقط، بل برضه عمل في المعنوي وجعل الحسي دليل على الاستيعاب للامر المعنوي، كما ان نوره الحسي ينطفئ معه كل نور، فكذلك يجب ان تفهمه ان نور المعنوي ينطفئ معه اي ايه؟ ولذلك من تركه من جبار ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. نور على نور يهدي الله لنوره التاني بقى، وإلا النور الأولاني إيه؟ طب ما هم كلهم يهدي الله لنوره من إيه؟ من يشاء. ولما يهديه إلى نوره ما بيقفش بقى النور، كل ما يولد في الهداية إيه؟ يجي له نور. ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ فرقانا. والذين اهتدوا زادهم هدى. طيب ويضرب الله الامثال للناس اللي هو مثل المشكاة، والله بكل شيء عليم، والى لقاء اخر.